نقولوا حمام نلف العريقة، نقولوا حمام نلف الجبل بقرنين، نقولوا جبل البحر، من عز البلايص اللي عندنا، أما خسارتها بحرها تلوث برشا. صراحة عاد كلس ما عادش بحر، كنا نعوموا كان فيها احنا، وما حتى الريحة شم الريحة ولا ريقة شم في الريحة، ما عادش شبيه البحورات كله ولا هيك غريبة هذه والله. واحنا بلادنا مسمية على البحر، تونس مش معروفة، معروفة ببحوراتها ما عادش عندنا بحر، حشاك مصب بتاع زبلة ما عادش بحر، ما نعرفش ما فهمش بلدية ما فهمش عباد تتكلم، غريبة هذه والله غريبة. رسول حمام نلف ما كانتش هكايا، نتذكر قبل يحكي يقول لك حمام نلف كان جو اخر، نجيو من بلايص كل باش نقعدوا على القاعدة على الكورنيش، يجيو باش يعملوا القاعدة هذيك بتاع حمام نلف، من صغرتنا احنا نجيو ونقعدوا في حمام نلف ونسهروا، حتى في الشتاء يجيو راه ناكلوا اللبلابي ونجيو، وبالحق راه سمي على الهرقم وعلى اللبلابي انا، هما توا ما عادش، حتى تشوف راس ولدي حتى الريحة تشم في ريحة ماهيش عادية، ماهيش ريحة تاع بحر، قبل تشم ريحة البحر توا لا، توا ما عادش تونس. حد يوجع قلبه كي تشوف بلاصة معناتها هكا ولا؟ أنا ريت كنت عدى من بحر الزهرة، حتى بحر الزهرة هذاك كنا بابا قبل نباتوا فيه بثلاثة أيام، احنا جيراننا نتلموا ونجيو ونقعدوا، عندنا جيراننا قبل يخدموا في الكليما هذا عنده الكرهبة بتاع الشركة، يجيبنا نقعدوا بثلاثة أيام ونبيتوا ونطيبوا، وأمي الله يرحمها وجيران برا طلع لي بحر الزهر الرمل منبت الشوك، عمركش أنت ريت الرمل ينبت الشوك منبت الشوك، ما عادش نحب نمشي له قلبي يوجعني، نتفكر كيفاش قبل الباب كيفاش بعيني نبدأ كنتبع بعيني. بنتي تقول لي هاي من نمشي مرة، نقول لها لي من تفكر نتفكر. معناتها انت يوم اليوم وصلت بكيت معناتها على حالة بحوراتنا، معناتها على الحالة اللي وصلتها بحوراتنا هكا. نبدا نلوج في الحيط اللي كنا قاعدين فيه قبل واحنا صغار وبابا وجيراننا وكل، ما عادش تفهم. الرمل ما عادش نشوفه ولا شوك، الكل صخ وحالة حليلة. توك شوية مزينين زعما عاملين قهوة عاملين قهوة، ما عادش بحورات. تونس علاش مسمي على البحورات؟ راه تونس قبل تجيل تونس وكل مسمين على البحورات، تو ما عادش تو حشا ولدي غرام أخت كيفاش غرام ما عادش، حتى اللي يجي يعوم يولي لهم مرض. بنتي قالت لي والله ما نعوم، قلت ما نعومش، قلت لي يومي نجي ندوي لحم نزيد نولي نمرض، حبش تعوم قد ما نجي تقول لي لي. حتى تبلع ولا يقدر مش باهي يولي يركب حاجه ولا يولي مرض. يومي شنو تحب تقول للمسؤولين تولي تفرجوا فيك، شنو تحب تقول لهم؟ هما مسؤولين اسمهم مسؤولين، هما كان عاطي ربي المسؤولين هذوما، هما يتفقدوا هما يجيوا هما يبانوا قدام العباد، وهم اللي يعملوا الحاجات هذه الباهي. ماذا بينا احنا البحورات تتقد تنضاف، حتى العبد يجي يقعد هكا ويجي هكا ويرى وجه ربي يتفرهد، ما عادش تبدا انت تو كي تمشي انت في الرمل تبدا خايف من حاجه هكا، من هكا تشوف هذا الرمل هذا تاع البحر ما تسمع. بل يقول لك عومه في حمام نلف بالدنيا تو بحره ولا ماشي عوم جيست معناتها هاكا قاعدوا يسقطوا منه شويه حوت كما قاعدين نشوفوا معك انت هكا، مش بحر ماشي عوم، بحر ورمل وبني وجبل فهمتني، يمكن احياء جديده عندها 10 سنين خير من حمام نلف، معناها ضرب مش هكاك بارازار، لا كل شيء مدروس مريقل، لازم البونليو هذا يقضيوا عليه، هذا حطموه دمروه، شط اقتصاد شباب معروفه كان بالحرقه تو فهمتني. انت اليوم وليت ما تحس ما فهمت من كلامك، انت شوف هي سياسه ممنهجه بالعالم، شي همش المنطقه هذه ممنهجه، يجيب لوناس اجا في الشتاء شوفهم كيفاش يحفروا ويبداوا يطيشوا في مده 30 سنه هكاكا، كلها معده زي قوات بتاع لوناس من غير معالجه، نورمالمون يمشي الرادس
فهمت، يتعالج يتعدى واد مليان، وهما يعديوا فيه ديريكت. هذوما هما اللي يخدموا في الوظيفه العموميه رزق البيليك، فهمتي، باركين علينا يا زيدشي، باركين علينا فهمتي، ما يخدموش ويا زيدشي فهمتي، يدمروا فيها البلاد مره اخرى فهمتي، بالتراكس بالتراكس يحفر باش يعدي يسيبه لو سخر. شوف الشباك اخزر، شباك قال شوفوا شباك لونهم، هما شباك لونهم ابيض ولا يا ودي تبعه غرم اخزر، تبعه كلها تبعه هذيا فهمتني. شو لو سخ خويا، شوف شوف اخزر، بابوش ميت كله سكولات، كله سكولات فهمتني، فماش حوت جمله معناتها، حتى التنفس الوحيد البحر هوني في عند السقاط منه ما تنجمش، ما ثماش نسقت لقطوا فيها بقدر ربي. كي نقول لك انا حمام نلف قبل نرجع بيك انا 20 سنه 30 سنه تالي، وحمام نلف توا، تجوز المقارنه بيناتهم الزوز ولا بصراحه؟ فرق شاسع كبير ياس، فرق بعيد ياس. مسؤولينها وين مننيا؟ احنا سمعنا تحدث قبل ميزانيه، تحدث ميزانيه للبحر باش ينظفوه، وقت سمعت بعدها وين مشات؟ تحدث ميزانيه، قداش الميزانيه تراه؟ فماشي شفافية موجودة الميزانية رينا هاشي تراه، علنوش عليها في مصادر رسمية تراه، سمعت بالكلام تحت التراكن فهمتي، ومن بعديك الميزانية ذيك قالوا ثم ميزانية برا لوش، برا بعديك برا كان ثم ميزانية راهو باهي ياسر، فهمتني، فماش أنا ميزانية، هي ناس شركات حبت تتعاون وكذا، تسمع كان كلمة لا، كان كلمة لا، كان كلمة لا، لا سيرينا هكا خربة. شراها واحد عم يستثمر بها، تسمع كان كلمة لا، لا بال قتلوا لا، الآخر لا، هنا كلمة لا عندنا مسؤول لا ما تجيب لبلا، من 85 نورمالمون يجيبوا رمل نتاع بحر، فهمتني، جابوا 85 جابوا رمل نتاع زينة، رمل نتاع بني، وحطوه كماين من هنا حتى شلا سيران، فهمتني، هاو يعقلوا عليها الناس الكل، فهمتني، وفرشوه هنا. والسقايه نورمالمون 500 متر يدخلوا بها من الداخل، المقاول تبارك الله عليه مخلص وعنده ناسه في الدوله فهمتي، قالوا له يخدم ربي معاك، اخدم وخدمنا فهمتي، هاك شوف السقاله وين في وجوهنا فهمتي، والرمل هاك تراه كي نزرعوا البطاطا تتزرع. لا سمح لها برشا، اما يا خسارتها بحرها ما عادش كيما قبل. صحيح، علاش بحرها ولا كاي ما يعومش؟ ما يعومش ومسخ، وعلاش هكا من قلة الهواء البلدية ما يشتغل في خدمتها هكا. حمام نلف كان قبل يجوه من الجهات الكل، تونس كلها تصب هوني، كلهم يجوا يعوموا هوني، اليوم ما عادش. ما عادش يجيو هكا القاعدة شوية ويروحوا على رواحنا هكا، ديجا طفل عام خرج مزيت هكا. أنت ما عمتش؟ لا ما عمتش، لا لا ما عمتش، أنا من قرنبيليا جيت بحض أختي لهنايا، ما لا لا ما عمتش، جست قاعدة صغيرة وكا. عمل لا عمل لا، حتى الريحه نتاع البحر سبب بورتون. جينا الجمعه اللي فاتت مش هكا كمان، الجمعه اللي فاتت اهون شويه زيد زيد.